السلام عليكم اخوتي المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن، وانا راه واخا كندير معكم اللايفات وسمحوا لي، راني واخا كنت وحشتكم انا وخويا فهرون، ها هو شفتونا في اللايف البارح وتشوفوني في اللايف انا اليوم. مهم كما وعدناكم اليوم ان شاء الله باذن الله عندنا القصه ديال عبد الرحمن مجنينه، عبد الرحمن السوحي الملقب مجنينه ود مكناس. وعدناكم بان هذه الحلقه هذه غتكون ديالو. مهم حنا جينا نعاودها لكم، غير انا بغيت نفتح معكم هذه الحلقه هذه. جاني واحد الخبر من السجل المركزي بان واحد الشاب توفى نهار 17 في الشهر وما تهز من السجل المركزي حتى نهار 18 في الشهر للسبيطار، وهو ميت ومشاو للسبيطار وداروه بانه مات في السبيطار، وحتى الطريقه ديال التبليغ باش غادي يبلغوا العائله ديالو شنو داروا، مدير ديال السجن صيفط بريه البوستا والبوستا وصلت لدارهم، وهاد البريه هادي هي عندي انا. من بعد ملي غادي نبغي نعاود لكم المحتويات كاملين والتفاصيل كامله ديال هاد المدير، هاد السيد هذا اللي تم السجل المركزي اهمال طبي وماتوا معاه واحد العدد ديال الناس هما قبل في هاد 3 شهور هادي ولا 4 شهور ولا ملي جا رئيس المعقل الجديد اللي كنا هضرنا لكم عليه في قصه اخرى بسبب هاد السيد هذا ناضوا اضراب. داكشي اللي قلنا لكم راه هو اللي وقع، ناضوا توقع كارثه هي هي الكارثه هذه اكثر من كارثه اخويا فيرون، راه عده اشخاص اللي ماتوا، غير انا بالضبط مازال ما تحددش ليا العدد ديال الناس اللي ماتوا، وان شاء الله في الاسبوع هذا اللي ندخلوا فيه ان شاء الله غادي نجيب لكم التفاصيل كامله والاعداد ديال الناس اللي ماتوا الطرق كيفاش ماتوا بها مساجن في طريقه رئيس المعقل الجديد اللي فرض عليهم واحد السياسه اللي هي غير قانونيه او غير شرعيه وفيها خصوصا السجن المركزي ماشي بحال السجون المحليه. بالنسبه للسجن المحليه راه بنادم داخل خارج، اما عنده مده قليله اخويا فيها قليله ما غيحش بحال وضح الناس هذه القضيه المركزي. بالنسبه لك انت يا ضارب المركزي الناس غارقه، واش اللي غتحيديه مخده ولا يزار فيه واحد اللوينات اللي كيشوفهم صباح وعشيه كيشوفهم اليوم غدا بعد غدا هاد الشهر هاد العام هاد العام ضرب مع 20 عام ديك ليزار. وبالنسبه للخيفي هارون الكواش والحوايج اللي خلى لهم مع 4 ديال الكواش 6 ديال الكواش 6 ديال الكواش والبرد عاوتاني سلطران بنيه عرفتي اش من بلوخ تاريخ بنيه سلطران. باش بجوج نهضر دقه واحده باش الناس ما تخلطش عليهم الافكار اخويا فيرون. بنادم ما عندوش عام عامين، عنده من 10 سنين الفوق، واش ينعس على 6 ديال الكواش؟ وراه حنا كنا تما وكنا تنضربوا 20 30 كشه، ورغم ذلك الكواش كيغملوا لنا من تحت بقوه البروده، وتنعاودوا نحيدوا وتنعاودوا نشريوا كواش اخرين وباش نزيدوا نفرلوا. باغ انت غتقدر توضح لهم اكثر اخويا فيرون البروده اللي كاينه في المركزي وكذا. احسن هذا الموضوع ماشي ديالنا، لا حنا بغينا نعطيهم غير توضيح صغير باش ندخلوا لهم في القصه، بغينا باش نوجهوا لهم نداء على هذوك الناس اللي ماتوا باش في الحلقه الجايه الناس فهمتيني يكونوا مستعدين لهذ القصه هذه. وحتى انا بغيت حيت انا بقى في داك السيد اللي مات وبلغوا الطريقه ديالهم بواحد الطريقه اللي هي غير قانونيه. الله يرحم باك واش انسان ولا كوليا صيفط البوسطه اولا اول ما كيموت اولا ما كيموت المسجون كيحضر الوكيل كيتبلغ الوكيل العام وكيتبلغ الطبيب ديال المؤسسه وكيتبلغ الطبيب ديال المندوبيه الطبيب العام جينيرال دكتور العام ديال المندوبيه اداره الزوج تبلغ باش كيجيو باش كيديروا ليه خبره كيديروا ليه طوبسي باش كيعرفوا داك السيد باش مات، وحتى الطريقه ديال التبليغ كيفاش كيتبلغوا دارهم بطريقه قانونيه عن طريق الشرطه كيمشيو كيستدعوهم كيجيو ولا كان خارج على المنطقه خارج الكارونت كيتبلغوا لي جوندان الدار الله يرحم الوالدين طريقه هي اللي كيجيبوهم حتى لعندهم كيبلغوهم بطريقه سلسه وطريقه زوينه باش ماشي هذا مصيفط لهم بريه ريكوموند عن طريق البوسطه واش مات قط. هذا الشيء علاش انا بغيت نفتتح بهذا الموضوع هذا، وسمحوا لنا الجمهور الكريم الى خلطنا لكم الافكار. وهو خويا فهرون كما وعدكم ووعدناكم في الحلقه الاخرى ديال الفيديو الاخر نتكلموا على القصه ديال خويا عبد الرحمن مجنينه، لان
على حساب معلوماتنا اللي عندنا من المصدر اللي عطانا هذه المعلومه هذه موثوق به، وديجا كان موظف ومات الله يرحمه وكان حاضر لهذه السياسات، وانا وفهرون راه نعرفوا السياسات اللي كانت قبل في السجل المركزي، حيت من انت انا واخا مشيت مؤخرا 2005 تعاشرت مع موظفين اللي كيكون بيت بالليل كيجي كيجلس حدايا باب السيلون، كنبداو نتحشوا انا وياه وكنبداو نهضروا وكنبداو نتذكروا نديروا عصير نديروا قهوه، وكنبقاو نتعاودوا على السجل المركزي بنادم شحال هادي هو كيبدا يعاود ليا كاين عجائب وغرائب اللي خونا فهرون غادي يفيدنا بها في هذه الليله هذه وفي هذا الفيديو هذا وفي هذه القصه هذه اللي هي محزنه بزاف. الله يرحمه خويا عبد الرحمن ويوسع عليه ببان الرحمه ويجعل متواجدنا ونطلبوا ربي يغفر ليه. هذا ما كان وما كانش متعدي وما كانش حقار، كان صليب وكان صحيح تبارك الله، كما يقدش عليه شي واحد كان تضرب 500 400 في سيري واحد ديال التراكسيون غير بالزوله وحده تبارك الله عنده قداش، ورغم ذلك ما كانش حقار وما كانش متسلط، كان راجل وتيدافع على السجناء وتيطاكع على السجناء وتيخلي الحبس محلول، ويا ويل شي موظف يتهجم لا بالكلام ولا بالفعل على شي مسجون قبل ما يديرها كيفكر بان راه كاين عبد الرحمن مجمينينا راه غادي يخرج غادي يتوكل فيه على الله قدام العالم. لهذا خوتي اخليكم خويا فهرون يحكي لكم هذه القصه العجيبه الغريبه اللي انا شفت بزاف ديال اليوتيوب راه تعاودوها ولكن ما تعاودش الحقيقه ولو حتى الربع ديال الحقيقه ديال هذه القصه. هذا السيد ما عطاوش حقه في القصه ديالو، فيديوهات صغار شي مسائل غير خياليه ما كايناش. لهذا حنا بغي ملي تحاورت انا وخويا فهرون في هذه القصه المجنينة لقينا عندنا الحقيقه ديال هذه القصه هذه، علاش ما نعاودوهاش للجمهور الكريم ونوضحوا الاخطاء ونوضحوا الاكاذيب اللي كتقال على بعض الناس اللي ماتوا او اللي غارقين اللي مات الله يرحمه والله يغفر ليه، واللي باقي حي الله يفرج عليه والله يدير ليه الشتاوي ديال الخير يا ربي، وديما تنطلب لهم اندماج في اندماج في اندماج، الدوله تدمج لهم راه عياو راه قاصاو راه مساكن صافي تقهروا. ان الله غفور رحيم، ان الله غفور رحيم وشديد العقاب، والعفه من شيه من الرجال واللي غلب يعف. الله يرحم الوالدين الا ما دمجوا لهاد الناس هادو خوتنا اللي باقيين بالحياه قبل ما يتوفوا حتى هما في الحبس. والله يجازيكم بخير وشكرا وسمحوا لي انا تألمت اقسم لكم بالله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خوتي الاعزاء السلام عليكم. الناس اللي كيحبونا وكيبغيونا واللي كيتابعونا على لاباج ديال محمد السلاوي اللي كتبعوا فيها قصص، وهاد القصص كل قصه مختلفه، كاين قصة اللي كتكون محزنة وكاين قصة اللي كتكون حقيقية وكاين قصة اللي كتكون فيها بعض بعض ديال الضحك وبعض فيها القوالب كيفاش كيعيش بنادم في وسط الحبس، وديك العيشة اللي كيعيشها بنادم في وسط الحبس كانت في واحد الوقت. أما دابا حاليا أخوتي أو وليداتي ما تحاولوش ديروا بحالها أو لا تمثلوا بحالها أو تبغيو توصلوا ليها، او لازم كاينين كنعرف شي دراري صغار كيبغيو يديروا داكشي اللي في راسهم كيقول لا حتى نجربها عاد نعرف بقيمتها. لا هذاك راه خطا اولدي، هذاك راه خطا الا درتيه، الا جربتي راه غتخرج الزيرو، هذاك الزيرو اللي غتخرج لي انت حنا كنعاودوه ليك باش ما تخرجش ليه باش ما تتبعش ديك الطريق. المهم باش ما نهربوش على الموضوع بغينا غير نعاودوا القصه ديال مجنينة الله يرحمه عبد الرحمن الله يرحمه في هذا النهار هذا السوحي باش الناس السوحي الله يرحمه. انا الساعه فاش التحقت بالسجن المركزي 96 في البدايه ديال 97 لان دوزت من شهر 6 7/6 96 لحتى شهر 1 11 شهر 1 عاد تهزيت ترونسفير. المهم الساعة فاش التقت تحت مشيت للسونترال ديك الساعة ديك الساعة ما كنتش قصة ديال عبد الرحمن مجنينة
خاطر خوتنا المكانسه اللي تيحبوا عبد الرحمن مجنينه وتيموتوا عليه، وفي خاطر المغاربه كاملين اللي كيعرفوا الحقيقه ديال عبد الرحمن مجنينه. انا باش كنعجبني داك السيد رغم كان تعطي الله الصحه وعطي الله كل شيء، ولكن ما كانش حقار ومتعدي في خاطر خوتي المكانسه الرجال اللي تيموتوا على عبد الرحمن مجنينه الله يرحمه. القصه ديال عبد الرحمن مجنينه الله يرحمه انا سمعتها وتناقشتها وداونت بيني وبين واحد الموظف، وهذا الموظف الله يواليته وبرحمه الله كان تيدير شاب بوست. هادشي هاد القصه هادي اللي داونا بعضياتنا حتى وليت بلانطو في الزياره. اه خويا فهرون اسمح لي انا احنا معروفين في الفيديوهات ديالنا كنهضروا بالتواريخ وبالارقام وبالمواد وبالفصول وكل شيء، ممكن تحط لهم الى تذكرتي حاول تحط لهم العام فين سمعتي القصه او الشهر او هذه باش الناس تفهم اكثر، حيت حنا معروفين دابا الناس ولفوا معنا القاعده كنضبطوا لهم التواريخ والعام وداك الشيء. لا حاول تذكر ماشي مشكل، لا ماشي مشكل. القصه بالضبط بدات سنه ديال المجنينه سنه 2002، وبالضبط اخوتي في الشهر ديال 8 من مور عيد العرش المجيد اللي تغير التاريخ ديالو من شهر 3 لشهر 8 الشهر الاول ديال شهر 8. المهم ما عليناش، جا واحد العفو، جوج ديال العفوات من موراه ديال 20 غشت وديال 21 غشت. كانت الخدمه عندنا بديك الساعه بحكم حنا بلانطوات الزياره كانت قليله كتغوت على بنادم العفو. فالسال داك العفو داز، داك الموظف اللي هو توفى كان تيدير شاب بوست كان تيكمي كان بلي، وكان ربما كتعرف انت ملي كتدخل على كتكون خارج بحال خارج الزياره في كاينه الصبر ومفتاحو الفرج. ايوا في وش في القريه اللي كتدخلك للديتونسيون، ملي كتدخلك للديتونسيون كاين الباب ديال الاحداث، الباب كيدخل مع الدروج الاحداث كيدخل لاتوليات ايوا كيدخلك حتى واحد الحبس ديال تحت كاع الا بقيتي ملي كتهبط مع الدروج كدور على اليمن كتدخل على الاحداث، وكاين واحد الباب الا مشيتي معها كتدخلك لواحد الحبس تحت الارض. ما كاينش اللي يعرفو ماما هذاك، انا شفتو هذاك، انا شفتو هذاك بعيني هذاك، شفتو. ما كاينش اللي يعرفو انا شكون اللي شكون اللي قال لي هذاك راه حبس هذاك قديم. حبس قديم هذاك كان تحت الارض. وشكون ديالك؟ تيخلع يا خويا عرفتي شنو هو هذاك الحبس؟ شكون اللي قالها لي؟ عرفتي ملي تحلت الباب اقسم لك بالله خايف يغروني اللي سمعت واحد الصوت رهيب. انا الكارتي خاوي، الحبس خاوي، تنشوف فيه الظلام ولكن واحد الصوت خارج منه رهيب. علاش؟ التبوريشه الخلعه. ما عرفتيش علاش؟ ما عرفتش علاش. هذاك واحد الرئيس المعقل بلا ما نذكرو سميتو، ربما غنوح لك الكوره، كان انا عرفتو كان شاب كارتي في المركز. عرفتو عرفتي هذاك هو اللي عندي. علاش؟ انا غير لان كان وقع شي خواب ما بين الموظفين بعضياتهم، شي ولا كيقول بشي شي حاضي شي. هذا الموظف هذا بحكم ضار بالحبس مع المشجون ما كيبغيش يدي التقليد المشجون، فهمتي؟ جدار كيقول لك الا قوى الخطوره جر خطر، جر خطر هو من ديتونسيون من المعقل الداخل ومشى مع اصحاب الشوانط، والبلاصه اللي كيريح حدا كيبعد شويه من هذا حدا الباب ديال هذا الحبس وكيريح، فهمتي؟ ملي قلت له كان واحد الساحه صغيره تما هي فريميجه، واقيلا فريميجه هي كلها فورماجه دايره بحال هكا. المهم كيريح هو تما كاينين. ملي جبنا الهضره على ذاك الحبس قال لي تما هذوك اللي كيتنفذ فيهم الاعدام تما كانوا كيخشيوهم باش ما كيسمعوهمش ملي كيكونوا مخرجينهم ولا. وكان في واحد الوقت سونترال ملي كبحال ثابت عجب الله يرحمه نهار اللي توفى فاش هبطوا له ما بغاو تنفذ فيه الحكم ديال الاعدام، وكانوا غاديين باش يجيبوا الاعدام باش هبطوا، راه هبطوا بلا صبابط غير بالتقاشر. حيت هو خي فيرون انا عاودوا لي الناس تمايا وكنعاود لي واحد با الوزاني راه ضرب في الاعدام 32 عام وكان وقيته ديال الاعدام اللي كيتنفذ في بنادم الاعدام. قال لي ما كنرتاح حتى المر الفجر، حتى كيصليو الفجر عاد كينعسو. اما قال لك كيجيو قال لك قال لك بحال دابا مثلا مثلا بيتاميه قال لك ما كان في الصباح كنصبحوا 99 حتى الحس كيفاش كيدخلوا كياخذوا كيهزوا داك السجين ما كيتسيقلو حتى شي واحد الاخبار حتى من الساروت كيدار له مشوار
وكيتخشى باش ما تسمعش حتى النقشه نهائيا. قلت لك حتى هو كركع عاود لي بالوزاني قال لي ما كيتوق، قال لي كنصبها 100 كنصبحوا 99 كنباتوا وكنباتوا 99 كنصبحوا 98 كيفاش داو الله اعلم. واحد القضيه خايس محمد بغيت نقول لك كاينه في سونترال الكراوي ديال سونترال بالليل راه فيلتر ديال الكارو اللي حيدتيه ولحتيه في الارض راه كيتسمع. حيت سونترال بنيه بواحد الطريقه وحتى الشكل ديالها ديال صليب حتى الصليب حتى الشكل ديال حتى القوه الناس اللي محكومين بالرواح بزاف وهما كيهضروش بزاف وما كيتجمعوش بزاف وماشي اجتماعيين كيتخلق واحد الرعب تمايا وفهمتيني واحد الهدوء فهمتيني غير هو داك الهدوء رهيب ماشي هدوء فيه السكينه هدوء رهيب بنادم تيبقى وانا ملي دخلت النهار الاول سنتر الخفير الله يزيد عاودك كتواجد الضحك شتي ملي او في 2005 شتي ملي دخلت وهبطت مع هذيك مع شنو نقولوا حنا الكواليس كواليس هابط مع الكواليس غادي نمشي لحيدان ودخلت لحيدان الحمد لله بز قد لي السنون ديالي ودخل خرجت كندور بحال هكايا قلت صافي ما باقيش تخرج من هاد الحبسه اقسم لك بالله الا عولت على شي حوايج والله قلت صافي السلاوي قلت ما باقيش غادي تخرج من هاد الحبس صافي. هنا جيت عند صحاب اعدام مؤبد 30 اول مره كنجي سونترال وشفت داك فهمتيني داك تش العالم قلت ما باقيش غنخرج صافي غادي ما عارفين غتخرج وربي سبحانه وتعالى حنا باش ما نهربوش على الموضوع حتى الا عطينا لكم هذا شويه ديال التوضيح غير باش الناس اللي ما كيعيشوا كاين حتى الناس اللي مدوزين الحبس ماشي عم مدوزين السجن المركزي والناس اللي ما مدوزينش الحبس مره علاش دابا سردنا لكم هذا شويه هذا خرجنا لكم على القصه غير باش نعطيوكم معلومه على السجن المركزي وكيفاش باش حتى الشباب ملي يسمعوا هذا الشيء هذا يرجعوا ويقولوا شو هاد الناس هادو شتي عاودوا على هاد السجن شوفوا الرعب اللي فيه شوفوا الخلعه اللي فيه شوفوا المشاكل اللي فيه باش على الله وعسى الشباب والمراهقين يسمعوا هاد الشيء ويقولوا هاد الناس هادو تيقولوا الحقيقه اذن حنا هاد الشيء الا كان انسان عقله سليم في جسم الجسم ديالو تيفكر مزيان وعقله سليم هاد الشيء اللي تنعاودوا فيه هنايا ما يبغيش يطيح فيه إلا كان إنسان عنده عقل ديال بصح وشي يفكر بصح وشي واقعي شي يبغي يعيش الواقع يسمعنا كنعاودوا هاد الطرائف وهاد القصص هادو غيتجنب هاد الشيء هذا ماشي 100% 300 مليون 1000 مليار في المية وشكرا أخوتي وسمحوا لنا والله يجازيكم بخير. سير أخويا فيرون كما قلت لكم أخوتي القصة ديال عبد الرحمن مجينين الله يرحمه القصة ديالو عرفتها توليت بلانطو في الزيارة وبالضبط حتى وليت خدام بلانطو ولكن راه ما وليت بلانطو حتى دوزت واحد الحرب مع مالي للوقت وراه كيعرفوني بعض الناس وبعض الرجال اللي كيفاش عانيت وكيما كاين اللي كي الله يستر ديك المعاناه كاين اللي كيوشمها في الحمو كاين اللي كي اذا قطع بها يقطع فيها يدو بزاف كاين اللي بزاف ودابا هاد الجيل هذا واخده بالمقلوب ابسط حاجه كيبقى يضرب في راسو لا حنا داك الشيء ماشي غير كنجيو نضربوا راسنا لا راه حتى ماشي غير كتوصلنا العظم راه حتى كتقيس لينا المخ كنلقاو الحل الوحيد هو هكاك باش كنحلوا المشكله ديالنا ولكن ملي جينا نشوفوا في الاخر ما جبنا حتى شي واحد جبنا غير في راسنا بقى داك الشيء موشوم في الحمله يعني راه ندمنا على داك الشيء وليدي عيب وعار عيب وعار نتكرفصوا على الذات الجميله اللي عطانا الله الاخر غادي تحاسبنا هذيك الذات اللي عاطيها لنا الله غير امانه كيف ما عطاها لك الله امانه ورجع لي امانه كيف ما عطاها لك ما تحاسبك ما والو وباش ما كما قلت لكم هذه المره الثانيه باش ما نهربوش على الموضوع ديال عبد الرحمن مجنين الله يرحمه القصه ديالو انا هذا الموظف في الساعة اللي قلت لك هاد الأحداث فاش جبد معايا الموضوع ديال مجنينة قلت له كيفاش علاش دار هاد القضية ديال الإنتحار زعما كاينين لا مع الله ولا مع العبد قال لي لا خويا اسمع محمد مجنينة ما ماتش موتة طبيعية أنا مني لاح لي هاديك الكورة خصني نعرف أشنا هو هاديك الموتة الطبيعية شنا هي وتصنت القصة كيفاش غادا أشنو درت الساعة فاش قالها ليا هبطت مع ديك الدرج ديال الاحداث كانني غنغوت لشي واحد الزياره صوبت جوان
وديك الموظف كي تكيف بعض المرات الا جاب هو ما يكمي كي كيفني معاه ما كانش عنده. انا كنهبط لتحت لعند الدراري السيسي وكذا كنجيب طريب كنصاوب انا بلا ما كنقول له انا جبت حتى كنصاوب له جوان وكنبقى حاضر له الريط لا يدخل رئيس معقل ولا سيرفي جينيرال ولا المدير كذا كنبقى حاضر من واحد الطاقه كنبقى حاضر ديتونسيو المعقل والاداره لانها واحد النيشه الباب واحد كيتحل حتى الباب الكحله حنا كنعيطوا له باب الكحله يعني هو الباب اللولاني الا تحل هذاك الباب كنبقى نشوفه تحل الثاني كنشوفه كنشوف اللي داخل صافي حتى كيكمي ديك الجوان فرحته الساعه فاش عمر راسو عاد جريت له لسانه ديت معاه قلت له كيفاش انت عارف القصه ديال مجي قال لي مجيني لا راه ولد بلادي انا راه اصلي مكناسي قلت له واخا انت عارف كيفاش مسكين انت السبب ديالو تدار له القلب ووقع في هذا الفخ هذا وصدق المسكين غارق وبحكم هو مدوز وبالرجوله ديالو وخرج وخرج من طويل حجية باش نوضحوا للجمهور الكريم اخوتي انا هاد المناظر انا شفتهم كانوا شي ناس مدوزين ديجا المركزي مده طويله 10 سنين 12 عام 15 عام وخرجوا وعاوتاني يرجعوا للسجن المركزي. ونقسم لكم بالله خوتي لا للمساجن ولا الموظفين الا تنطيحوا من دوك الناس ما تبقاش عندهم قيمه ما كتبقاش عندهم كرامه ما كيبقى حتى واحد يدير لهم الف حساب وحساب علاش لانهم شافوا مدينه النحاس انا كنسميها مدينه النحاس ما كتصدي ما كتبوري ما كتريب ما كتقهر اللي مدوز ديك المدينه النحاس ما خصوش يبقى يدير المونتيف كاع نهائيا. هذا الشيء علاش هذيك اللي بنادم الى خرج كما من ديك عبد الرحمن مجينينا من اللي خرج من داك المونتيف دوز واحد العامين وعاد باش وقع له المشكل من اللي رجع ولا كيبان صغيور فهمتيني ما تقبلهاش هو بنفسه ما تقبلهاش ولكن الخطه كانت مكبوحه كما تنقولوا حنايا مدروسه هو القصه ديالو باش نزيد انا نعاود في الحساب عيت انا انا ما انا ما كنتش في الزنقه غير باش نفيدوا الناس اكثر انا ولاد داكشي معلومات ولاد مونتي لان راه مدوزين معنا ولاد مونتي ولاد مونتي في حنفوزه فوطيطه واحد فوطيطه واحد 91 ياك ولا 91 دخلوا علينا اييه 91 في 91 دخلوا علينا ولا ما عطينا ولا ما عطينا الاول ديال 92 جابوهم هما بزاف المهم جوج تفيك حنايا تفيك تا عندنا الدوزيام بيبي انتوما حيت كانوا باقيين صغار هادو جوج وكان معاهم تا خو سميتو عبد الجبار الله يذكره بخير عبد الجبار خو اللي مات اللي مات خو الصغيور اش يقول لهم كان معاكم السميه ديالهم مابقاش عارف لا ديك السميه تيقول لهم هما دوك اللقب ديالهم ما عليناش وكان خو اللي مات خو اللي مات اللي قتلو مجينينا حنفوزه لا والطبال والطبال كان شكون اللي كان معنا كان جلال 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 هو اللي كان معنا ديك الساعه فوطيطه ما عليناش اخوتي حيت انا ما كنا انا ولد الرباط وانا وديك الساعه انا فوطيطه واحد بقى ما كايناش فوطيطه جوج جاو الدراري ولاد مونتي في حنفوزه ملي دخلهم عندنا الشامبري راك عاوم عارف حنا الموتيف كبير والعالم ساق ليه الخبر وداك الشيء حنا حب المعرفه وحب الاستطلاع بغينا نفهمو ملي بديت كنسول هذوك الدراري قلت لهم شنو وقع القصه شنو وكيفاش العاد كيفاش شنو هو المشكل اصلا ما بين هاد حنفوزه وما بين هاد مجينينا هذا قالوا لي يا خويا راه مجينينا ملي قرب يخرج من المونتيف ديال ال 20 ضرب في 17 ونص ناض حنفوزه بغى يعتدي بغى يتعدى لي على الام ديالو وفعلا وقع عليها الاعتداء وداك الشيء وشي حوايج اللي هما خايبين ما خصهمش يتذكروا اللي قعدوا لي هادو ولاد مونتي في حنفوزه سمعتها فوطيطه واحد وعاود سمعتها انت راه كنتي معنا فوطيطه واحد سمعتها من عند الموظف علاش عاود لي السر اللي كاين في سونتر علاش حيت انت عاودتي له دوك الاسرار اللي سمع اللي سمع انت فوطيطه واحد من عند ولاد مونتي في حنفوزه هذا هو داكشي باش هو دخل معاك في الموضوع ودخل معاك في الموضوع قال لك اسيدي قال عاودوا لنا قال لك اسيدي بان حنفوزه مشات تكرفص على مت مجينينا مجيني نسق الخبار مجيني هنا المهم ضرب واحد شويه ديال المده ضرب 17 عام ونص في ال 20 عام جاء عفو خرج بدا تيتاجر في المخدرات عبد الرحمن مجيني انا معروف مكناس راه الدراري ديال مكناس راه تيعرفوا الا كنت انا تنقول الكذوب راه غادي يكذبوني مجيني هنا معروف كما تنقولوا حنا
وارت واحد الجنان او اللي هارف على واحد الجنان كبير تيعيش فيه هذاك لازو ديالو، ما يقدر حتى شي واحد يدخل عنده وهو اللي كيسير الامور ديالو تما. المهم هذاك لازو ديالو ما يقدر حتى واحد يدخل عنده، ماشي ملك ديالو ولكن مثالكو بطريقه من الطرق ديالو. شنو هي الطريقه؟ الله اعلم، العلم عند الله. قال لك سيدي هو شد حنفوزه عبد الرحمن مجينا النهار تلاقى مع حنفوزه، قال له ودي انت اللي تجرأتي ودرتي ليا المي وفعلتي ليا المي وفعلتي ليا المي، ونطيحو جايبو هو الارض وجلس وحط له ركابيه على قرجوته وتا يهضر معاه هكا ويقول له دابا انت شتيش غادي ندير لك؟ غادي مع ديك غادي نحيد لك عينك، ما جا فين يكملها حتى خشى الموس في العين ديال حنفوزه ونتفها له. هادشي تيعاودوا ليا ولاد مونتي في حنفوزه. هنا عاوتاني الحرب زادت. شنو ولا داو حنفوزه ولا حنفوزه جمع زاد عصابة. كانت عنده واحد عصابه صغيره، زاد جمع واحد كبر العصابه ديالو ولا باغي ينتقم من عبد الرحمن مجنينا ولا ماشي في السكه. الله يرحم لك الوالدين. ارانا هذاك هذاك سميتو اللي قلتي لي اللي خو جلال ديك ولد الطبال، ولد الطبال راه معروف مكناس تا هو خو جلال، اخوه كان على برا، خوه راه كان على برا ولا مع العصابه ديال حنفوزه. ناضوا ديك الليله باش غادي يوقع الروح باش غادي تحيد ليه الراس ديالو، ناض عين حنفوزه قال له دابا نتايا انت اللي غتدخل تحضي لينا مجينينا فين كاين باش ندخلو ندخل ننتقم باش نقتلو ولا شوف هو شنو كان الخطه اللي داير في البال ديالو شنو غايدير لمجينينا ديك الليله الله اعلم. المهم زطمو هذاك ولد الطبال، قال لي علاش زطمو؟ هو زطمو هو تا هو زطم. قالوا ليه انت اختك راه هي اللي جالسه مع مجينينا مصاحبه مع مجينينا، وحتى اللي عركتي راه اختك غادي ترغب عليك وغادي يهديك مجينينا غيشفع عليك ويقدر يطلقك ولا يضربك غير شي ضربه ويطلقك بحالاتك. هادشي باش زطمو هويا وباش زطم تا هويا. مجينينا معشاش في داك الجنان وجالس هو وبنادمه ديالو كيطيبوا الجميله ديالهم مسائل ديالهم وتيشربوا. هادوك الجنان كبار، دابا داك السيد غادي ولد الطبال دار بالدوره وغادي بين الشجر بين الشجر لما تيعاودوا لي ولاد موتي في حنفوزه. دابا هو علاش سكت انا؟ مجينينا 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 عبد الرحمن ضرب عليه ضرب على الخيال تيمشي بين الشجر، وهو جا مطرف واحد القنت مجينينا جرى معاه بقى جاري معاه جاري معاه جاري معاه وبقى مسلت ليه مسلت ليه مسلت ليه حتى طبزو. شدو خوتي اش دار ليه؟ جابو حتى لديك البلاصه اللي جالس فيها هو واختو، اختو بقات رغب وتزاو قال لها شنو؟ قال له شنو؟ قال له راه اش كاين اش كاين اش كاين؟ راه حنفوزه هو اللي صيفطني باش كدا باش هادي باش نحطيك باش يجي باش ينتقم منك شنو غايدير لك؟ قال له اذا نتايا انت انت معاهم انت زمك. هو يشدو واحد الشجره حداه هو يربطو فيها ربطو فيها وبقى تيشرب عليه وتيهضرو. صافي الاخرين ما رجعش ليهم صاحبهم، الاخر دخل في الشراب وداك الشيء صافي بانت له فادي في الجريمه. شنو ناض؟ ماشي قطع له الراس ديالو الخوت. وسمحوا لي راني كنت في واحد الفيديو نعاود نصلح الغلط ديالي، قلت لكم راه مجنينا مشى ملي دخل البار ديك الساعه كنت كنهضر بالزربه وكنت معصب وكنت منرفز، قلت لكم هز الراس ديال المراه وجبدوه حطوه للبارمانه في الكونطوار. راه ماشي الراس ديال المراه الراس ديال ولد الطبال. سمحوا لي اخوت انا كنت منرفي وكنت كنهضر بالزربه وخرجت ديك الكلمه هكاك الراسه. شدو ربطو طلع عليه الشراب صافي بان ليه في البلان، شد الجنويه خشاها له من هنا خوتي ماشي قطع له الراس، خشا فرع فرع هاد البلاصه كامله طلع الراس بكل شيء ديالو دارو في الميكا مشى دارو في الصاك مشى بغا يكمل الشراب في البار. مشى بقى تيشرب 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 بقوه الاول اللي وقع له داك المشكل هذاك الشراب ما بغى ما قرش فيه وديك البارمانه كثر عليها في الشراب. قلت له خويا خلصني في هذاك الشيء اللي شربتي الاول ويلا عاوتاني خصك شي حاجه نزيدك. هو عبد الرحمن الله يرحمه الله يذكره بخير هو يحل داك الساك هو يحل ديك الميكا هو يجبد داك الراس ويحطو ليها فوق الكونطوار ويقول له هذا هو اللي غادي يخلصك. هذيك البارمانه مسكينه نعاود لكم اخوتي المغاربه وراها فاودوا للناس ولا الدراري والرجال والعيالات كلشي ولاد مكناس راه تيعرفوا هذه القضيه راه باقا حمقى لدابا في مكناس. حط ليها الراس بكلشي بالملغيغه ديالو بالحنجره ديالو بالعروق ديالو بدمايات وقال لها هذا هو اللي يخلصك راه باقا حمقى في رمضان لدابا. وهذا الشيء اخوتي راه معاودوا لنا
ولاد مونتيف حنفوزة بالحرف بخوه الله يذكرهم بخير والله يفرج عليهم والله يدير لهم شي تحويل ديال الخير في خاطر خوتي المكانسة. والحقيقة اللي خص يعرفها الجميع في القصة ديال مجنينة هي هذه اللي غيعاود لكم في غرون، وداك الشيء راه خطير جدا وما خصوش يدار وحرام وعيب وعار، والله ما من هذا منكر. كمل لي يوم خايف خير القيس الله يكبر بك اخويا. صدر الحكم ديال الاعدام عبد الرحمن مجنينة الله يرحمه الساعة فاش انتقل للسجن المركزي، داكشي اللي خلاه الفترة اللي دوز ما لقاهش، شاف ديك الهيبة ديالو وداكشي ديالو غادي يبدا يطيح، قال لا اشنو غيدير بالحكم كما قلنا على عبد الرحمن مجنينة الله يرحمه. وحنا بغينا واحد القضية، راه ملي رجع في داك المونتيف راه المسؤولين ديال السونترال راه كلهم شدتو من خلعة، كلهم راه المعاودين ديال الموظفين والمسجلين داكشي اللي دوز عليهم داكشي اللي دوز على قالوا دابا راه جاب مونتيف طويل ديال الاعدام ما يسمعكش راه. وديك الساعه كان مونتيني مهم قالوا صافي، قالوا كشويه كانت عنده غير 20 وشنو كان داير فينا دابا اعدام دابا غادي يقتلنا غادي يسالي معانا فهمتيني، غير ما يرحم فينا حتى شي واحد. هذا الشيء علاش هما ناضوا وداروا له ديك الخطه خيفيرو اللي في راسي وفي راسك وفي راس داك الموظف الله يرحمه باش داروا له هاد الخطة هادا باش قتلوه. هادشي اللي بغيت كان تعاود للجمهور الكريم كما عاود لك داك الموظف. ما قتلوش غير هو، قتلو تا الزر تا هو الله يرحمه. هذاك مازال مات بالقرطاس، العالم ساقو الخبر، ولكن هذا الناس العالم واخد قصة مغلوطة. حنا بغينا نعاودوا لهم الحقيقة باش يفهموا الموت ديال عبد الرحمن السوحي الملقب مجنينة على حسب لسان داك الموظف. شاف البوست اللي عاود الفيرون وعاود لينا تا حنا كاملين الله يرحمه ويوسع عليه ببان الرحمة بان مجنينة بس مقتول. انت عارف الطريقه كيفاش داروا ليه؟ عاودها لي الموظف. عاودها لك. شنو حفروا له باش فين باش داروا له الكورده؟ خلي باش ما نقزوش غير باش غير باش انا ماشي تنتجادل انا وياك غير باش ما نهربوش باش ما نجيبوا داكشي بالتفاصيل باش واش داكشي بالتفاصيل عندي داكشي بالتفاصيل. سير اخويا فيرو. الساعه فاش قال لي الموظف فاش جابوا السونترال كما قال خويا اسمع عند السلاو ولا كيضربوا له 100 حساب و1000 حساب هبطول الكارتي ديال الاعدام. اول حاجه بغى يديروا له الاعدام ما كيخرجوش ما تفهمش معاهم فيها، وقعوا شي عراقيل. المهم قال لي هذيك الموظف بانهم لو كيسمحوا له يخرج ولا كيخرج مع المساجين الاخرين كيهبط الكارتيات كذا. المهم جنينة ما كياديش المسجون، هو مسكين تيعطف على المسجون، عمرو ادى المسجون ولو حتى سب نسبو. هو اللي ضرب المسجون، ضربو شي موظف او اللي غيسبو ولا حاول علاش ضربتي اوكي وما كيتفاهمش مع يدو كتسبق لسانو حتى كيتا كيأدبو علاش ضربتي عاد كيعطيه درس في الاخلاق. من عنده سمعت ان ذاك الموظف قال له الموظف مش مجنينة الله يرحمه عبد الرحمن قال للموظف واش نهار اللي عطاتك الكسوه عطاتك معها زروطه باش قال له بهذا المصطلح سمعتيه قال لي هذيك الموظف هكا قال هذه هاد المقوله ديال عبد الرحمن مجنينة الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه ويستر عليه ويرحمه. مازال غنعاود واحد الطريقه ديال مجنينة دارها في سونترا باقا تاريخيه عاود للناس اول واحد دارها عاود للناس عاود للناس او الناس. حنا بغينا حنا الجمهور ديالنا تنبغيو نتسعوا وتنحبوهم لله في سبيل الله وتنموتوا عليكم وتنبغيو نجيبوا لكم ديما الجديد والحقيقه وتنبغيو ندخلوا بعض الطرائف في القصص ديالنا باش حتى نتوما تبسطوا معنا شويه وحنا نبسطوا معكم شويه نديروا شويه المستملحات. ولكن هذه اللي غيعاود لكم فيها رونوح اول وتنقول انا واقيلا اول مره في حياتي سمعتها دارها انسان في حياته او غيعاود لكم خويا فيرون. بغيت تعاود لهم دابا بغيتي تكمل القصه؟ لا 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 نكمل القصه عاد نقول لهم اللي دار عبد الرحمن الله يرحمه. سير اخويا الساعه فاش جا لا سونترال عبد الرحمن الله يرحمه ما لقاش كما قلتي داك الشيء اللي كان اللي كان كي فاش كانت عنده العشرين. فعلا سمحوا له بدا كيخرج بدا كيتلاقى مع مساجين صحابه اصدقاء ديالو لي ضاربي مع الحبس وكاين اللي مازال باقي له الحبس وكيشوفهم ما بقى لهم والو يخرجوا ما
مع من غيدوز هاد الحبس اشنو غيدير؟ ولا كيكريسي المالي الوقت الموظفين. ما معنى كيكريسي الموظفين؟ كما قلت لكم عبد الرحمن ومازال كنقولها لكم، عبد الرحمن ما عمرو كان حقار. ما كيكريشيش الموظف اللي درويش اولا الموظف اللي جاي يدروز السيرفيس ديالو بخير وعلى خير. هذاك الموظف مسكين ما كتلقاه ما كينفعك ما كيضرك، ما يجيب لك منوعات، ما ياديك الا شاف عندك شي حاجه ولا كذا، ما يمشيش يقول لهم كذا ويقول لك ستر راسك اولدي. يعني راه ما باغي العيب ديال حتى شي واحد، يدوز السيرفيس ديالو بخير وعلى خير ويمشي بحالته عند وليداته، ما يدي التقليد ديال حتى شي واحد. اش كيدير عبد الرحمن الله يرحمه؟ كيمشي لعند الموظفين اللي كنسميهم حنا باللغه ديال المساجين كنسميهم حنا باطوات. هاد الباطوات شنو كيكونوا كيديروا؟ الموظف كيتسمى باطو هو اللي كتلقاه كيجيب السلعه بحال هكا فيها حشيش، فيها قرقوبي، فيها الشريحه باش كتصاوب المحيه في سونترال، كاين اللي كيجيب النيبرو، كاين اللي كيجيب المواس ديال الخضره، كاين اللي كيجيب الريزيستونس ديال الريشو. كل موظف فاش مختص. هاد الموظفين ملي كيدخلوا وكيدخلوا عامرين، عبد الرحمن كيتعرض لهم اكثريه. هو كيمشي لعند الموظفين اللي كيجيبوا المخدرات، يعني الممنوعات، يعني بحال القرقوبي، بحال الحشيش، النيبرو، الشريحه باش كتصاوب المحيه، هادو كاملين كيحيدهم للموظفين. علاش؟ وكيحيدو حتى العشاء ديالو، وكيحيدو حتى من البريكه كيحيدها ليه. علاش كيحيدو حتى من البريكه؟ لان عارف الموظف ما غيقدرش يمشي ديكلاري، ما يقدرش يقول رئيس المعقره الداليه والداليه والداليه. الموظفين من يولاو كيجيو للسيرفيس كيتمو داخلين كيقولوا رئيس المعقل سير البوست الفلان فلاني، كيقول له لا ما مشيش ليه. علاش؟ عبد الرحمن واخا سير ليه. الموظف كيقول له سير ديك البوست الاخر كيمشي ليه. كيجي الموظف الثاني كيقول له سير البوست الفلان فلان، كيقول له لا. علاش؟ عبد الرحمن وهي اللي مال هذا عبد الرحمن. بدات كتقوى الشكايات منين؟ من طرف الموظفين، ماشي من طرف السجناء. ويلي انا هذا رئيس المعقل بدا كيقول انا مع من غادي نخدم الا كلشي الموظفين ما غيمشيش ليا لديك البوست؟ شكون هو اللي غيمشي لديك البوست؟ عبد الرحمن الله يرحمه اشنو دار؟ كتب تقرير ديالو وعطاه للمدير، قال له الموظفين كنصيفطهم لي بوست ديال، ماشي البوست، لي بوست ديالهم ما كيبغوش يدخلوا. علاش؟ قال له ما كيبغوش يدخلوا. قال له راه كلشي كيتشكى ليا من عبد الرحمن. قال له كيتشكاو ليا من عبد الرحمن، مجيني ناس السوحي عبد الرحمن الله يرحمه. قال له كيفاش؟ قال له هادشي اللي كتسمع. زادوا قواو الشكايات، الموظفين ولاو كيخافوا، كاين اللي ولا كيخاف على راسو، كاين اللي ولا كيخاف على ولادو، كاين اللي مابقاش كيجيب الممنوعات، الحبس ولا كيترون. ناضوا صيفطوا الميساج ديك الساعة للمدير العام، كان ديك الساعة إدارة السجون ما كانش المندوبية، صيفطوا لها الميساج. وصل الميساج للمدير العام الساعة فاش دور المدير العام في دماغه، ويلي أنا مازال مسجون نقدر نحل المشكلة، ولكن الموظفين كي غنحل المشكلة؟ يعني أنا راه كاين واحد آخر أكثر مني نوصل له الميساج. وصل الميساج اللي هو أكبر منه، ما بغاش يقول لي الموظف الله يرحمه اللي عاود لي القصة. داك الموظف اللي داك المسؤول اللي هو اكبر من المدير العام، وصلوا الميساج، اتصل بالوكيل اللي كان في ديك الوقت انا ذاك. الحل الوحيد اللي غيديروه هو يتفكوا من المجينين عبد الرحمن. يعني ولا كيما كيقولوا هما، ولا كيشكل على عليهم هما، كيشكل عليهم خاطر امام بالنسبه للمجتمع. حنايا حنا بالنسبه للسنترال هذا كل المجتمع ديالنا ما مشكل علينا مسكين حتى شي خطر. يعني ما عمرو ادانا، ما عمرناش انا مجيني الله يرحمه، ما كنبغيش حتى نقول مجيني انا السوحي عبد الرحمن الله يرحمه، ما عمروش شتو انا. وعلى حسب الموظف اللي قال لي، قال لي انا ما عمرني شتو انا بانه تعدى على مسجون او لا جا لهنايا
كيتشكى من مشجون او لا مشانق مع مشجون، هادي ما عمرني شفتها. ماشي حتى تحكم بالاعدام، لا فهاش كان باقي بالمونتيف ديال العشرين. العشرين يعني راه هو حتى هو كان مال ديسيبلين والاوائل، الاوائل الاوائل ديال يلا بات يلا بات المال ديسيبلين. ديسيبلين كان حتى هو من الاوائل اللي كانوا تقريبا هما حتى هما. واحد الوقت كان عندك هو كان حمد الغول، كان العربي قنوفو، كانوا دراري قدام، كان عبد اللطيف ميريكان، عبد اللطيف ميريكان الله يرحمه، كان الصبريوني اللي كان تيهرب من العلو، ستيتو محمد الله يرحمه، الله يرحمه. هادو اللي كانوا واحد الوقت هما مصنفين في السجون. كان الكوي الله يذكره بخير، الكوي عزيز زويته، كان جمال الضلعة، جمال الضلعة حتى هو كان من مال ديسيبلين. هادو كاملين مال ديسيبلين، ولكن كان ديك الساعة بواحد الطريقة أخرى، مناضلين مناضلين بواحد الطريقة ديالنا حنا فاش كنا ماشي.